هذه بدأت 2014. طيب. وبدأت الفكرة حصرا من الخارج أيضا ودخلت للداخل. طيب من الخارج يعني منين؟ يعني من دول الجوار. طيب عربية لو عربية قليمية. طبعا عربية. طيب. يعني خصوصا من عمان بوقتها يعني حسب معلوماتي يعني. هسه يجوز بغير مكان أيضا بادي. المهم بعدين شكلت لجان فصارت لجنتين، لجنة من المكون السني ولجنة من المكون الشيعي برئاسة بحر العلوم وبرئاستي يعني. وهاي اللجان جمعت كل آراء الأخوة الخبراء الأساتذة. طبعا أكو مبادرات أخرى قامت بها مراكز البحوث في قطر في جامعة العربية منتديات دولية بأن العراق لن يستقر أبدا ومطلقا ما لم يتحول من دولة مكونات إلى دولة مواطنة. من تبرمجت هاي القضية وصارت على شكل ورقة ودخلت الأمم المتحدة على هذه الورقة وأيدتها أيدها كل الأخوة، عرضت على الأخوة الشيعة أيدوها القادة الأوائل الستة والهيئات السياسية والهيئات العامة بالإجماع، وإحنا أيضا أيدناها مع بعض التحفظات من بعض الجهات وأخذنا تحفظاتهم بنظر الاعتبار وخليناها أحد النقاط كمقدمة يعني أثارت بعض اللغط. المهم أنه هذه آخر شيء سلمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة على أساس أن نطبقها في، وطبعا أذيعت يعني من قبل الائتلاف الشيعي اللي بزعامة السيد عمار بكتها هو اللي أعلن عنها باعتبار أنه إحنا كلما نبدأ الآخر يشكك بينا دي يبدو أنت وإحنا موافقين عليها، فقلبنا المعادلة. قصة طويلة يعني بصراحة. طيب. طولت سنين يعني مو يوم ويوم. بالنتيجة قلنا خاف تصير هذه أجندة انتخابية أجلوها وراء الانتخابات. طيب. طبينا بالانتخابات مال 2018 وظلت سميناها التسوية الوطنية. التسوية الوطنية ظلت على حالها ما حد قلبها. طيب هذا الملف لا يمكن تحريكه في الوقت الحالي إلا أيضا بعد الانتخابات. صعب إلا بعد الانتخابات. طيب أحد عرقلة وقف ضده؟ أغلب دول الجوار ما عجبهم الوضع، وأمريكا ما عجبها الوضع، كلهم ما عجبهم الوضع ما عدا العراقيين عاجبهم. العراقيين بالإجماع عاجبهم أن نتحول إلى دولة مواطن، وشفت الشارع شلون دعا إلى دولة مواطنة وابتعاد عن الطائفية يعني الناس اكتوت بنيران الطائفية والمحاصصة والفشل. هو أصلا كان سؤال لماذا حدث ذلك عندما انهارت المناطق الغربية أمام داعش، طلع سؤال لماذا هاش دعوة ليش انهارت الدولة بهاي المناطق، فجان الجواب كذا وكذا وكذا تحليلات وتنظيرات وواقعية. ثم بعد ذلك السؤال كان ماذا بعد ذلك، ماذا يعني ما هو العراق الذي نريده بعد داعش لكي لا تتكرر المأساة، فكان هذا الجواب هي التسوية الوطنية.